لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. قرعة دور سدس عشر كأس العرش حتمت على فريق سريع واتزم شد الرحال صوب مدينة سطات لمواجهة فريق النسمة السطاتية المنتمي لأندية الهوات. شوط المباراة الأول بدأ متكافيا بين الفريقين، حيث سجل محاولات تارة بألوان أهل الدار وتارة أخرى بأقدم الضيوف من دون أن تحمل الهدف بين طياتها. هدف سيظهر مع مطلع الشوط الثاني لسريع واد زمة بأقدام نجيب كوميا. هدف سيدفع لاعبي النسمة السطاتية لتكثيف محاولاتهم بحثا عن التعديل لكن من دون جدوى. فريق محترم على ملعبه بيلعب كورة، ولكن الملعب ما كانش مساعدنا نلعب الكورة بتاعتنا، ولكن الحمد لله مباراة الكاس مباراة دايما بتبقى صعبة جدا، ما فيهاش فرقة كبيرة وفرقة صغيرة. احترمنا الخصم والحمد لله بشكر اللعيبة على المجهود اللي هم عملوه الفترة اللي فاتت. بتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا نكمل في كاس العرش ونكمل كمان في البطولة. المقابلة شفتوها ما كانش مقابلة سهلة، كانت مقابلة صعبة، وما كناش كما تقول واحد اللقمة سائغة للفريق سريع وتزم، بالعكس الفريق عندنا بيعلى امكانيات عالية رغم صغر السن ديال اللعابة اللي ما كانش العمر ديال 20 سنة 21 سنة، ولكن كنا كنند الفريق سريع وتزم. الأولى خطأ ديال الهدف، ولكن هذا هو في كرة القدم. ليحجز نادي سريع وتزم مقعدا له ضمن دور ثمانية نهائي كأس العرش.